قال وش هالحرمة اللي لابس حذيان رجال؟ صاح يا حرمتك وانا ناظر برجول عبدوش اللي فعلا لابس حذيان رجال الحمار الله لا يفضحنا. قلت للحارس طيب ممكن تتركني مع زوجتي شوي ابيها بكلمة راس. المهم هو يشير للحارس على مكان غرفة قال ادخل الغرفة هذه وتفاهم معها. وانا ادخل عبدوش الغرفة وارفس ببطنه وارفس ببطنه اقول له نعن بوبليسك يا الغبي حذيان رجال مرة واحدة. قال لي عبدوش وش اسوي ما لقيت جزمة كعب على مقاسي. المهم ان رجعنا للحارس واعتذرنا منه ودفيناه بمية ريال عشان يسكت. واول ما دخلنا الشاليهات استاجرنا شاليه صغير قلت لعبدوش يجلس فيه وانا بروح ادور خويتي. المهم طلعت من الشاليه ودقيت على خويتي ردت علي وصفت لي المكان اللي هي واقفة عنده تقول انها واقفة عند الشجرة. المهم وانا اروح عند الشجرة عاد كنت اشوف بجنب الشجرة كيس زبالة لما قربت منها كانت حرمة. المهم يوم وصلت هناك قالت لي البنت انت وينك؟ قلت انا واقف بجنب كيس الزبالة. قلت لها انت وينك؟ قالت لي انا واقفة جنب واحد شكله مجنون. وانا التفت وراي لا هي البنت هي كيس الزبالة اللي كنت اقصد وانا طلعت المجنونة اللي هي تقصد. المهم هي اللي تجيني وتنصدم قالت لي هذا انت؟ وين الوصفة اللي تقولها؟ وين الجمال؟ قلت لها لا لا يعني انا فعلا مثل ما قلت يعني بس صار لي حادث اثر على وجهي ولا انا اساسا يعني كنت حلو. قالت لي يعني مو مشكلة اهم شيء اسلوبك عجبني. قلت لها شلون في شيء فيني اعجبك؟ المهم وانا اطلب منها انها توريني وجهها قالت لي طيب بس لا حد يشوفنا وانا اللي غطي عليها عشان ما حد يشوفها. المهم بعد ما غطيت عليها وهي اللي ترفع الغطاء عن وجهها وانا اللي اضحك. قالت لي وش فيك تضحك؟ قلت يلا عاد بدون استهبال. قالت لي وش فيك؟ قلت لها يلا بسرعه شيل الاقناع اللي على وجهك اكيد تستهبلين. قالت لي هذا وجه صدقي القرد. وانا اللي انصدم وش هالوجه الشين او اول مره اشوف وجه يطلع منه ريحه خايسه نعنب وبليسها حتى الشجره اللي كنا واقفين عندها انحاشت. وانا كنت حاط ببالي قبل لا اجي كلام رومانسي جلست 20 يوم احفظ فيه عشان اذا شفتها اقول لها. بس يوم شفت وجهها كنا واحد من العيال. قلت يا بنت ليش عيونك فيها غمص؟ قالت لي هذا من السهر والأرق. قلت يا بنت طيب انت مدام كشينة وشو لا تغازلين؟ قالت لي انا كنت حلوة بس ان وجهي انحرق. المهم اني ما قدرت اتحمل وجهها وقلت للبنت انت جدك الاكبر كان غوريلا. قالت لي لا وتطنز بعد تصدق اني اول كنت مصدق ان الديناصورات انقرضت بس من يوم شفت وجهك عرفت ان هالكلام اشاعات. قلت لها شوفي يا انسة جرادة انا ودي اجاملك واقول لك كلام حلو بس وجهك يقول مالك امل. قالت لي والله حتى انا بعد ودي اقول لك كلام حلو بس وجهك ما يساعد وجهك كأنه دعاية للمخدرات. المهم من كل واحد تفل بوجه الثاني روحنا وانا من قوة الصدمة كل امالي واحلامي راحت وركبت السيارة ورجعت للبيت ونسيت خوي عبدوش بس شاليه. وصلت البيت ونمت نومة باليوم الثاني وانا نايم ما دريت الا اللي يرفس الباب طق 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 وانا انقز من فراشي وش السالفة يا الربع الا ابوي صايح يقول افتح يا سمردي افتح لا بارك الله فيك. المهم وانا افتح الباب الا ابوي بوجهي ووجهه ما يطمن ويطلع